السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير. كما كتلاحظوا راني تاني في كيك وفي شي حتى الملابس نتاع الاطفال صراحه، ولاو كيجيبوا الملابس رائعه كما العاده. بقاو معايا. واول حاجه غادي نديرها لكم هو هذا الكلايد. قلت لكم هذا العام الكيك اللي كيجيبوا شي حويجات هكا للبنات رائعين، واثمنه جد مناسبه باللون الليلة. الثمن ديالو 7.99 €. وشوفوا البنات شنو دخلوا عند كيك. كاينه هذه الكشبات، واخا التوب ديالو سخون هكا على الصيف ولكن زوينه، 4.99 € هكا البنات مع شي شورت. وكاينين حتى هادو، هادو زوينين هكا مع شورت البنيتات، 2.99 €. كيجيو خفافين هكا فيهم الطرز نتاع لاكلاص. وكاينه حتى هادي، حتى هادي راه هي كلايد ب 7.99 €. وكاين حتى هادو، حتى هادي راه هو كلايد، كيجي هكا طويل، راه هو طواه على جوج حيت طويل بزاف، ب 6.99 €. وكاين حتى هذا، حتى هذا بالي جديد نتاع البنات كلايد، لي الثمن ديالو هذا ب 6.99 €. شوفوا هذا ثاني، حتى هذا راه هو كلايد باللون الاسود، كيجي طويل. اللي ما عجبنيش هو هذا القلب، شوف كيجي مفتوح، يعني هذا البلاصه غادي تبان ب 4.99 €. وخلاص كاينين هاد التيشيرتات اللي هما سامبل، كيجيو نص كم ب 4.99 €. لكن الاستعمالات اليوميه خصوصا البنيتات اللي كيمشيو هكا للكينداغارتن هكا في الدار، يعني ماشي نتاع الخروج هكا واحد يمشي لشي بلاصه. وشوفوا تاني عند البنيتات الرضع، شوفوا هاد الشيء كيحمق. شوفوا 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 الاناقه غادي نحطو هنايا، كيتحمق هاد الكلايد، كلايد صيفية. وشوف الثمن غير ب 5.99 €، غير اللي ما بغاش يلبس لوليداتو. وكاينه حتى هادي، هادي نتاع ميني ماوس، حتى هادي كتجي مسدودة هكا، كتجي صيفية، عندي لها 5.99 €. واما هادو، هادو نتاع البنيتة الروضة، هاد الكلايد 3.99 €. ودخلوا هاد الكلايد نتاع البنات هكا، كلايد صيفي. هذا راه هو مشدود منه، يعني ماشي كلايد، هذه لبسها كتجي كامله مسدوده، 9.99 €. وشوفوا ثاني على هذا السروال نتاع البنات اللي كيجي عريض ولا دارج على الموضه، هذا الثمن ديالو 5.99 €. والثوب ديالو البنات خفيف هكا للصيف. وكاينين هادو، هادو البنات راهما شورتات ولكن كيبانوا بحال صايه، 4.99 €. كاينه هادي بحال هادي، هادي صايه فاش كتجي نتاع البنات، 4.99 € حتى هي. ودخلوا حتى هذا، حتى هذا راه هو شورت لكن الطريقه نتاع الصايه اللي داروا ليه، 4.99 €. كاين هذا خفاف ب 3.99 € هاد الشورتات. وجابوا حتى هذا، حتى هذا شورت ب 4.99 € باللون الاصفر. وشوفوا ثاني هذا، هاد الشورتات نتاع البنات ب 4.99 €. ودخلوا حتى هاد الشوط اللي كيجي مطروز، هذا ب 7.99 €. كاين هذا اللي كيجي خفيف التوب ديالو ب 4.99 €. وكاين هذا ب 4.99 €، الشوط باللون الغوص بيبي. وجابوا حتى هاد البيسه نتاع الوليدات اللي فيها هاد التيشيرت، وهذه هادو نتاع الاطفال الرضع، الثمن ديالها 7.99 €. وكاين حتى هاد الشكل بنفس الثمن. وشابوا حتى هذا، هذا كيجي الست فيه الشورت مع التيشيرت مسكم هكا نتاع البنيتات الروضه، الثمن ديالهم 6.99 €. ودخلوا حتى هذا الشورت نتاع الوليدات الروضه، شوفوا هذا عنده الجبوبه في جوج جهات، 3.99 €. ايوا شوفوا يا البنات عند الوليدات، هذو اللي هما في السن الكبير شويه، هاد القميجه اللي عجبني واحد الحاجه، مهم غادي نقول لكم الثمن تاع القميجه اللي الثمن ديالها 4.99 €. الا بغيتوا يديروا هكا التناسق، الشوط بوحدو حتى هو ب 4.99 €. شوفوا كيفاش كيجيو. وكاين حتى هاد القميجه نتاع الوليدات، ولكن هادي التوب ديالها سخون داير بحال التوب نتاع الفوطه، ب 5.99 €. كاين هاد الشورت ب 7.99 € نتاع الوليدات. وكاينين حتى هاد التيشورتات، هادو نتاع الوليدات اللي هما في السن الكبير، الثمن ديالهم 3.99 €. وكاين هذا نتاع تشير ب 5.99 €. ودخلوا اليوم عند كيك حتى الاحذيه نتاع البنات، هادو
زوينين هكا كيجيو سامبل هكا مع كلايد ولا مع شي صايا شورت كيصلحوا لكل شيء. ونتاع بلا كاين فيه اللون ابيض وفيه هاد اللون. الثمن ديالهم جد مناسب 6.99 أورو. وجابوا هادو حتى هاد الحذاء شكون تاع البنيتات 9.99 أورو. كاين هذا حتى هو بنفس الثمن. وجابوا الاحذيه هكا نتاع البحر ولا بيسين وحتى في الدار اللي فيهم باربي الثمن ديالهم 6.99 أورو. وكاينين هادو العاديين 3.99 أورو. اما هادو فيهم ميني ماوس نتاع ديزني الثمن ديالهم 5.99 أورو. كاينين هاد الاحذيه اما يديروهم هكا في الدار اولا في لابيسين في البحر نتاع البنات. كاين هاد الشكل كاين هذا ب 5.99 أورو. وراه كاينين حتى هاد الاحذيه تاع البنيتات الرضاع اللي الثمن ديالهم 3.99 أورو هكا لفصل الصيف. وحتى في الوليدات الرضاع داروا ليهم هاد الاحذيه حتى هما بنفس الثمن 3.99 أورو. ودخلوا حتى هاد الشاشيات نتاع الاطفال هادو نتاع البنات 3.99 أورو فيهم هاد البابيو. كاينه هادي هادي الثمن ديالها 3.99 أورو حتى هي. وكما كتلاحظوا هادو هما الجديد في الملابس عند الاطفال عند كيك. غادي نخليكم في امان الله ان شاء الله في شي فيديو مقبل بحول الله.